السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في حالة جديدة اسمها الجينات المميتة. الجينات المميتة دي لو وجدت في كائن حي معين تؤدي إلى تعطل عملية حيوية معينة تؤدي إلى وفاة الفرد. يبقى الجينات دي لو وجدت تعطل عمليات حيوية تؤدي لوفاة الفرد، وعشان تؤدي إلى تعطل عملية حيوية لازم تكون الجينات المميتة دي إيه؟ نقية. لازم تكون نقية، يعني ممكن تكون A كابتل A كابتل أو A سمول A سمول. يعني معنى كده إن الجينات المميتة قد تكون جينات مميتة سائدة أو قد تكون جينات مميتة متنحية. طب إيه المثال بتاع الجينات المميتة السائدة؟ زي لون الفراء الأصفر في الفئران. طب وإيه الجينات المميتة المتنحية؟ زي غياب الكلوروفيل في بادرات الذرة. طيب عشان تظهر أو يظهر الجين المميت نقي لازم تكون الآباء المتزاوجة تكون هجين. إزاي مثلا؟ يعني لو أنا عندي مثلا هدي المثال ده الأولاني أهو، لون الفراء الأصفر في الفئران، أدي الآباء المتزاوجة قلت لازم تكون هجين. يبقى معنى كده A كابتل A سمول A كابتل A سمول. وبما أن الجين المميت في الحالة اللي أنا هكتبها دي سائد، يبقى أدي الجين اللي يؤدي إلى وفاة الفرد لو وجد في صورة نقية. طيب نيجي نكتب الأمشاج. الأمشاج بتاع ده أهو، والأمشاج بتاع الفرد ده أهو. نيجي نحدث عملية التزاوج وإنتاج الأفراد، ده مع ده هيديني A كابتل A كابتل. طيب ده مع ده A كابتل A سمول، ده مع ده A كابتل A سمول، ده مع ده A سمول A سمول. كده أنا عندي أربع أفراد. إحنا لسه جايلين إن الجين المميت لازم يكون نقي، فأنا ما عنديش إلا ده نقي وده من ضمن الأفراد كلها، ده وده. مين اللي هيموت فيهم؟ ده اللي هيموت. طب اشمعنى ده ما يموتش؟ لان احنا لسه جايلين ان الجين المميت في الحالة دي ايه؟ جين مميت سائد، يبقى ده اللي هو يموت. طب والتاني ده لا يعيش ويكون زي الفل. طب الاتنين الوسطانيين دول برضو يعيشوا ولكن حاملين لجين المرض او حاملين للعامل المؤدي للمرض. يبقى معنى كده ان ده في الحالة دي هو اللي هيموت. امتى؟ لو كان الوضع بتاع الجين المميت سائد. طيب نفترض ان انا هتكلم على الجين المميت المتنحي وليكن غياب الكلوروفيل في بادرات الذرة. نفس الكلام ده هكتبه هنا اهو، يعني ادي البي A كابتل A سمول A كابتل A سمول. طيب هكتب الامشاج A كابتل A سمول A كابتل A سمول. طب هيحدث عملية التزاوج اللي هو F. طيب ده مع ده A كابتل A كابتل، ده مع ده A كابتل A سمول، ده مع ده A كابتل A سمول، ده مع ده A سمول A سمول. احنا في الحالة دي قلنا ان الجين المميت متنحي، يبقى ده اللي هيموت مش ده، لان احنا في الحالة دي الجين المميت متنحي، يبقى ده الفرد اللي هيموت. لكن دول يعتبروا هيعيشوا بس حاملين إلا الجين المميت اللي هو الاسمون، لكن ده هيعيش ويكون زي الفل برضو. يبقى معنى كده أنا عندي حالتين، نفصل كده بين الحالتين. إمتى ده يموت؟ لما يكون الجين المميت سائد. وإمتى ده يموت؟ لما يكون الجين المميت متنحي. ده الفرق بين الجين المميت السائد والجين المميت المتنحي. المهم إن الجين المميت يؤدي عمله امتى؟ لما يكون نقي، يا ده يا اما ده. ويكون نقي امتى في الافراد؟ عندما يكون الافراد المتزاوجة اصلا في البداية هجين. لان نفترض افتراضا ان انا هنا A كابتل A سمول وعايز اخلي ده نقي A سمول A سمول A سمول A سمول، هيديني افراد بس مش هيديني A كابتل A كابتل، يعني مش هيكون ضمن الناتج. بمعنى يعني انا لو انا مثلا عملت كده اهو، رحت خليت واحد مهاجين اهو A كابتل A سمول A سمول A سمول، ده هاخد منه A كابتل A سمول، لكن ده A سمول بس.
لما ده يجتمع مع ده يبقى A capital A small. طيب ده مع ده A small A small. لو نلاحظ الأفراد اللي نتجت نفس التركيب الجيني للآباء المتزوجين، يبقى بالتالي ما فيش أصلا حالة وفاة، ما فيش خالص، ما فيش أصلا حالة وفاة، لأن حالة الوفاة تكون لمين؟ تكون للاسم للأي كابتل أي كابتل. طب هنا هل أنتج أي كابتل أي كابتل في الأفراد الناتجة؟ طبعا لا، ما فيش خالص، ده ولا ده أي كابتل أي كابتل ولا ده أي كابتل أي كابتل، فبالتالي مش هيكون أفراد ميتة. يبقى يظهر الفرد اللي هيموت عندما تكون الآباء المتزوجة إيه؟ في حالة هجين، فلازم يكون بالمنظر ده. واحد يقول طب ماشي، طب ما احنا ممكن نكتب بدل A small A small نكتب A capital A capital. طب ما ده ميت، يبقى مش هينفع يكون حالة، يبقى ده أصلا ميت، فمش هينفع يحدث عملية تزاوج من خلاله. ده كان باختصار شديد إيه هي الحالات بتاعت الجينات المميتة. كان معاكم الأستاذ أحمد مصطفى دعموم، أتمنى تكونوا فهمتوا الجزئية دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا الفيديوهات اللي كانت في الحلقات اللي فاتت بتاعت الحالات الأخرى الوراثية، والسلام عليكم.